بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. وملخص الفصل السادس التايم مانجمنت. باكد بس ان ده ملخص مش شرح المحتوى الفصل. التايم مانجمنت از نولج اريا بيقع في 7 عمليات اساسيه. اول حاجه انت محتاج تعمل خطه، هو انت هتعمل سكادجول ازاي. هو انا هدفي من التايم مانجمنت نولج اريا ان انا في الاخر خالص يبقى عندي سكادجول، عندي جدول للمشروع علشان اقدر اعمل كنترول على الجدول الزمني للمشروع. فهي اول عمليه ان انا بحط خطه، الخطه دي بتقول لي هو انا هعمل الجدول ده ازاي. عند الخطه تاني خطوه ان انا بحدد الانشطه المطلوبه علشان انجز العمل. انا لو انتم فاكرين في الورك بريك داون ستراكشر انا كنت انتهيت بورك باكج، وقلنا ان الورك باكج دي هي اصغر وحده اقدر اعمل لها مانجمنت، اقدر اعمل لها اداره. هنا بقى باخد كل وحده من دول ارجع اكسرها تاني لمجموعه من الاكتيفيتيز. حددت الاكتيفيتيز، لازم احدد العلاقه ما بين الاكتيفيتيز دي. يعني مش كل الاكتيفيتيز ينفع تحط ورا بعض، في اكتيفيتيز ممكن يشتغلوا مع بعض، واحدد الديبندنسي ما بينهم واعمل سيكونس للاكتيفيتي. اصبح دلوقتي عندي دايجرام بيقول لي ايه الانشطه اللي انا مطلوب مني اعملها علشان انفذ المشروع بتاعي، وايه العلاقه ما بين الانشطه دي. كل نشاط من دول لازم احدد له حاجتين، ايه الريسورس اللي هيحتاجها النشاط، وهياخد مني قد ايه وقت، علشان اجمالي الاثنين دول يطلعوا لي في الاخر خالص السكادجول بتاع المشروع بالكامل. اصبح دلوقتي عندي سكادجول لازم اعمل عليه كنترول. يبقى دول السبع خطوات او السبع عمليات اللي موجودين في التايم مانجمنت تكنولوجيا. تعالوا ناخد كل واحده نتكلم عنها باختصار. العمليه الاولى البلان، انا عندي مجموعه من المدخلات جايه معايا من الخطوات اللي قبل كده زي البروجكت تشارتر والمانجمنت بلان، وعندي مجموعه من الادوات اللي هبدا استخدمها علشان احدد ايه الطريقه اللي همشي عليها. انا لازم اختار الاستراتيجيك اوبشن بتاعتي من دلوقتي. فايه اللي بيحكمني في الموضوع ده؟ هو الاناليتيك تكنيك. السهم معلش بيشاور على الاناليتيك تكنيك مش على اكسبيرت جادجمنت. انا بستخدم الاناليتيك تكنيك عشان احدد من البدايه خالص هو انا في الخطوات اللي جايه همشي بالطريقه الف ولا بالطريقه ب. الطريقه الف مثلا على سبيل المثال الكريتيكال باس ميثود، الطريقه ب كريتيكال تشين ميثود. طب ايه اللي بيحكمني في الحاجات دي؟ الاورجانيزيشن بروسس اسيت، الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور. يعني ممكن تكون المنظمه بتاعتي عندها ليميتد ريسورس، فانا مضطر امشي بالكريتيكال ريسورس كريتيكال تشين ميثود، او ان المنظمه بتاعتي ما عندهاش مشكله في الريسورس والمهم بالنسبه لها الوقت، فانا همشي بالكريتيكال باس ميثود، وهكذا. طبعا الخطوه دي بتطلع لي البلان في الاخر خالص، ده الهدف، علشان استخدم الخطوه دي في ان انا اروح بعد كده اعمل ديفاين. البلان دي بتشمل على مجموعه من المحددات اللي بتحدد لي هو انا همشي في الخطوات اللي جايه ازاي. يعني بتحدد لي من دلوقتي اليونتس اوف ميجر، هو انا لما اجي اتكلم عن مساحه اتكلم بايه، وقت اتكلم ازاي، ليفل اوف اكيوريسي، انا مقبول مني هامش خطا قد ايه في تقدير الوقت والموارد. خلصت البلان هروح اعمل الاكتيفيتي بتاعتي، هرجع اعمل تاني دي كومبوزيشن. مش انا في الورك بريك داون ستراكشر بتاعي اللي هو جزء من السكوبز لاين، احنا اتفقنا ان السكوبز لاين بيتكون من 3 حاجات، بيتكون من السكوب ستيتمنت والورك بريك داون ستراكشر والورك بريك داون ستراكشر ديكشنري. فانا هاخد الورك باكج اللي في الورك بريك داون ستراكشر واعمل لها دي كومبوزيشن تاني عشان احولها لمجموعه من الانشطه. وانا بعمل دي كومبوزيشن اخلي دايما فاكر ان انا بعمل رولينج ويف، يعني الخطوات القريبه ببتدي اقسمها، الخطوات البعيده لو هي مش واضحه بالنسبه لي دلوقتي ممكن انتظر لما اقرب منها توضح الصوره فابدا ابتدي اعمل لها ديكومبوزيشن. الخطوه دي لازم تنتهي معايا باكتيفيتي ليست، اكتيفيتي اتريبيوت، ومايلستون. مايلستون هي النقاط الفارقه في حياه المشروع. المايلستون هي اكتيفيتي بزيرو دوريشن، هي مش حاجه هتتنفذ، هي نقطه في الزمن. يعني انا المفروض بعد اسبوع اكون خلصت دهان الشقه. فالنقطه دي في الزمن بالنسبه لي مايلستون، لان انا بناء عليها هتحرك للي بعديها. فالمايلستون هي اكتيفيتي بزيرو ديوريشن، وقتها صفر. مايلستون هي نقطه فارقه في حياه المشروع. الاكتيفيتي اتريبيوتس هي مجموعه المعلومات اللي حوالين كل نشاط، مين اللي هيعمله، هيحتاج ريسورس قد ايه، هيحتاج وقت قد ايه. الاكتيفيتي اتريبيوتس ملهاش عدد وبتختلف حسب الابلكيشن اريا، يعني بتختلف من صناعه لصناعه، وده سؤال في الامتحان. عدد الاكتيفيتي اتريبيوتس بيختلف حسب الابلكيشن اريا.
خلصت الـ Define Activities بتاعتي، أصبح عندي ليست، مجرد ليست مكتوب فيها كل الأنشطة اللي مطلوب مني أنفذها علشان أوصل للمشروع بتاعي أنه يكون done، كل الـ Deliverables اللي اتعملت والمشروع خلص. الـ Activity دي ما ينفعش أن أنا أجمع الوقت بتاعها، لأن ممكن يكون في Activities بتحصل مع بعض، ممكن يكون في Activity معتمد على Activity، فأنا محتاج أبدأ أعمل Sequence الـ Activity. أبدأ أعمل Project Network Diagram، أبدأ أخد الأكتيفيتي دي ورتب العلاقة ما بينها. طبعا أنا جاي على البروسس دي وأنا معايا كل المخرجات اللي خرجت في الخطوة اللي قبل كده، بالإضافة طبعا للحاجات اللي دايما معايا، السكوب ستيتمنت والـ EF والـ OBA. طيب أصبح دلوقتي أنا محتاج أعمل العلاقة. طب العلاقة دي بحددها إزاي؟ أسهل طريقة هي الـ Precedence Diagram Method أو الـ BDM. الـ BDM بيعتمد على تحديد العلاقة بأنه بيديها شكل من أربع أشكال: Finish to Start، وده معناه ببساطة أن الـ Task B أو الـ Activity B مش هيبدأ إلا إذا الـ Activity A خلص، ودي الـ Most Common. يعني لما يجي سؤال يسألك إيه هي الـ Most Common Dependency، هي الـ Finish to Start، أو أن تكون العلاقة ما بين الـ Two Tasks Start to Start، تاسك A و B ينفع يبدأوا مع بعض، أو finish to finish، تاسك A و B لازم أو ينفع زي ما نعرف بعد شوية لما نروح للـ Dependency Determination إن العلاقة ممكن تكون لازم أو يجوز. finish to finish هيخلصوا مع بعض، يبقى أنا ما عنديش مشكلة تاسك B تبدأ إمتى، ممكن تبدأ هنا، ممكن تبدأ هنا، ممكن تبدأ هنا، المهم إن هي تنتهي في نفس اللحظة اللي تنتهي فيها تاسك A. نفس الكلام في ستارت تو ستارت، ما عنديش اي كونسترين على الفينش. اقل انواع العلاقات استخداما هي الستارت تو فينش، ودي بتقول ببساطه ان التاسك بي ما ينفعش تنتهي الا لما تاسك اي تبدا، فتاسك اي ممكن تبدا في اي وقت ما عدا بعد التاسك بي. المثال الاوضح للموضوع ده، لو انا عندي دوريه شرطه، الدورية ايه موجودة؟ ما ينفعش تمشي الا اذا وصلت الدورية بي، فالدورية بي ممكن توصل، هنفترض ان الدورية بي معادة الساعة 8 بالليل، الدورية بي ممكن توصل الساعة 6 وتفضل موجودة ساعتين ما فيش مشكلة، ممكن تيجي 5، ممكن تيجي 7:30، ممكن تيجي 8 بالظبط، المهم ان الدورية ايه ما ينفعش تمشي، ما ينفعش يحصل لها فينش الا لما الدورية بي تبدأ، عشان كده بنسميها start to finish، ودي least أقل العلاقات شيوعا، least common. Precedence Diagram Method ليه اسم تاني هو Activity on Node، وده سؤال في الامتحان. العلاقة ما بين الأكتيفيتيز بتاخد شكل من أربع أشكال، ممكن تكون العلاقة ما بينهم Mandatory، إلزامية، يعني أصلا ما ينفعش Task B فعلا ما ينفعش تبدأ إلا لما Task A تنتهي، أو تكون discretionary، اختيارية غير إلزامية، تعتمد على تقديرك أنت كمدير مشروع أو كشخص project team بينفذ. ال discretionary relationship بتعمل لي arbitrary float، إن الفرق الزمن اللي مسموح ليك تتحرك بيه ما بين ال two tasks زي ما هنعرف بعد شوية غير محدد بوضوح يعني. وطبعا ده بيعمل limit scheduling option، وده سؤال في الامتحان، إيه من العلاقتين دول المانداتوري والديسكريشنري اللي بيكون فيها الفلوت غير محدد اربيتري. طيب ممكن يكون العلاقه ما بين التو تاسك اكسترنال بتعتمد على حاجه خارج المشروع، او انترنال بتعتمد على حاجه داخل المشروع. وانا بعمل علاقه ما بين التو تاسك ممكن اعمل حاجه اسمها ليد او لاج. التو تاسك دول العلاقه ما بينهم فينش تو ستارت، فالمفروض اللاندسكيب بيلدينج المفروض ان هو يبدا هنا لان هي العلاقه فينش تو ستارت، الا ان هو هيبدا اسبوعين بدري، اسبوعين بدري، هي دي اسمها ليد. التو تاسك دول المفروض يبداوا مع بعض ستارت تو ستارت، العلاقه مكتوبه هنا هي ستارت تو ستارت، لكن الايديت درافت انا هاجله 15 يوم، هاجل بدايه التاسك فاسمه لاج، يبقى هبدا بدري ليد هاجل شويه لاج.
الاوتبوت بتاع الخطوه دي ان انا في الاخر خالص يكون عندي سكاجول نتورك دياجرام بالشكل اللي انتم شايفينه ده، موضح عليه كل الاكتيفيتيز والعلاقه ما بينها، ولو في ليد اور لاج لازم يكون مكتوب. خلصت السيكونس، لازم ابدا بقى اخد كل اكتيفيتي من دول احسب له ريسورس في خطوه اللي هي ريسورس استيميشن، واحسب له ديوريشن في الخطوه اللي بعديها اللي هي استيميت ديوريشن. انا خلاص معايا الاكتيفيتي ليست والاتريبيوت والريسورس كالندر ومعايا كل الاكتيفيتي كوست استيميشن، وعايز ابدا احدد الريسورس. التولز والتكنيكس اللي بستخدمها بتتراوح ما بين الترناتيف اناليسيس، ان انا يكون عندي مجموعه بدائل فابدا اقارن ما بينها علشان احدد الريسورس الانسب بالنسبه لي باعتبار التكلفه باعتبار الاتاحه، حسب ايه؟ حسب الاورجانيزيشنال بروسيس اسيد والانفايرمنت والانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز. ممكن احسب التكلفه بوتوم اب، ابدا من اخر تاسك وافضل طالع لغايه ما اوصل لاول تاسك، وفي الحاله دي اقدر احسب الريسورس المطلوب لكل مهمه. وطبعا ممكن اعتمد على سوفت وير زي البريمافيرا او الام اس بروجكت علشان يساعدني في ان انا احدد الريسورس. الخطوه دي لازم تنتهي بان انا يكون عندي الريسورس ريكويرمنت واضحه، عندي ريسورس بريك داون ستراكشر زي ما كان عندي وورك بريك داون ستراكشر قبل كده، المره دي هيبقى عندي ريسورس بريك داون ستراكشر بتوضح لي كل الريسورس اللي عندي في المشروع واستخدامها في مختلف الانشطه. خلصت الريسورس هبدا احسب الديوريشن، هاخد نفس الكلام هاخد كل المعلومات اللي معايا واخد اكتيفيتي اكتيفيتي وابدا احسب له ايه الوقت بتاعه. عشان احسب الوقت عندي ثلاث طرق اساسيه، عندي الانالوج استيميشن وده بستخدمه لما يكون عندي ليميتد اور نو انفورميشن، انا بعمل مشروع انا ما عنديش خبره فيه، فايه اللي بعمله؟ ان انا بلجأ لاي هيستوريكال داتا، بشوف اي مشروع مماثل وابدا اخد المعلومات اللي بتقول ان هم نفذوا المشروع ده في زمن قد ايه واستخدمه. طبعا ده ليس كوستلي، مش مكلف، لكنه ليس اكيوريت كمان مش دقيق. بارامتريك، ان انا هستخدم الجوريزم بناء على الهيستوريكال داتا مع البروجكت بارامترز. يعني لو احنا بنعمل دهان لشقه مساحتها 100 متر خدت 10 ايام، فابتدي اقول اه يبقى اليوم بياخد 10 متر، فابدا استخدم المعادله دي. انا المشروع الجديد بتاعي فيه 200 متر دهانات، يبقى انا هستخدم او هحتاج 20 يوم. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ ان انا خدت الهيستوريكال داتا حسبت وحده او يونت، عملت زي معادله بسيطه طبقتها على البروجكت بتاعي علشان اطلع بالدوريشن. طبعا ده اكتر دقه من الاناليز. ال 3 بوينت بتفترض ان انا عندي ثلاث اراء لاي حاجه. موست لايكلي الحاله اللي بتحصل غالبا، اوبتيمستيك الحاله المتفائله او الراي المتفائل، وبيسيمستيك او الراي المتشائم. عندي طريقتين عشان استخدم ال 3 بوينت اناليسيز عشان احسب الدوريشن. يعني لو في حد بيقول ان انا بخلص عاده في 10 ايام، في حد تاني مهندس بيقول لا على فكره دي بتاخد على الاقل خالص 25 يوم، وفي واحد بيقول لا ده بتاخد احيانا 6 ايام بس. فانا عايز اطلع دلوقتي الاستيميت دوريشن، عايز احسب التاسك دي يا ترى في البلان بتاعي في السكاجول احط لها 10 ولا 6 ولا 25؟ لا، بجمع الثلاثه دول وبقسمهم على 3 فبيديني افريج. ال 3 بوينت اناليسيس في طريقه ثانيه للحساب بتعتمد على حاجه على موديل اسمه بيرت اناليسيس. وبيرت فكرته ببساطه ان بدل ما الموست لايكلي زي ما هو لا بضربه في 4 لان هو موست لايكلي، وبدل ما بقسم على 3 بقسم على 6. يعني هتبقى 40 زائد 25 زائد 6 والاجمالي اقسمه على 6. بيرت اناليسيس اكثر دقه من ال 3 بوينت اناليسيس العادي. التو فورميولاز اسمهم 3 بوينت، ولو قال لك 3 بوينت وسكت في الامتحان يبقى بيسال على بيرت اناليسيس على الطريقه اللي بتضرب فيها الموست لايكلي في 4. خلصت كل الديوريشن وكان معاك الريسورس وكان معاك الاكتيفيتي ليست والسيكونس بتاعهم، يبقى انت دلوقتي معاك الاكتيفيتي ديوريشن استيميشن بتاعت كل المشروع بتاعك، فتقدر تروح للخطوه اللي بعد كده ان انت ديفاين السكاجول. انت اصبح معاك دلوقتي كل المعلومات اللي انت محتاجها علشان تعمل خطه عمل المشروع. معاك الاكتيفيتي ديوريشن، معاك الريسورس كالندر
والريسورس ريكويرمنت، معاك النتورك دياجرام اللي بيحدد الديبندنسي والعلاقه ما بين الاكتيفيتيز، عندك تفاصيل كل اكتيفيتي في الاكتيفيتي اتريبيوتس، وعندك كل الاكتيفيتي بتاعه المشروع في الاكتيفيتي ليست. وطبعا دي الحاجات اللي معانا من قبل كده. التولز والتكنيكس اللي بستخدمها بقى عشان اعمل السكادجول بتاعي بتتراوح ما بين النتورك اناليسيس والكريتيكال باس ميثود، وده مشروع في فيديو منفصل. فكرته ببساطه ان انا عندي مجموعه من التاسك ما ينفعش يتغير الديوريشن بتاعها، ما ينفعش يحصل له ديلي، ما ينفعش يتاخر، ما ينفعش يحصل له بادنج ماب، واي تغيير فيه ياثر على المشروع بالكامل، فده بنسميه كريتيكال باس ميثود. طيب لو انا للاسف عندي الريسورس قليله، يعني انا عندي فعلا اكتيفيتي، الاكتيفيتي ده اي تغيير فيه هياثر على المشروع بالكامل، بس في نفس الوقت انا عندي مشكله في الريسورس، ففي الحاله دي بلجا لحاجه اسمها كريتيكال تشين ميثود، ودي بتعتمد على الريسورس. نفس فكره الكريتيكال باس ميثود، بس هنا بعتمد على الريسورس، وبناء على الريسورس بقدر اعمل التشين كريتيكال تشين ميثود بتاع المشروع بالكامل. من ضمن التولز والتكنيكس اللي بستخدمها وانا بعمل ديفاين سكادجول الفلوت والتوتال فلوت والفري فلوت والكريتيكال باس والكريتيكال تشين والريسورس ليفلنج والريسورس سموثنج از ريسورس اوبتمايزيشن تكنيك، يعني الريسورس ليفلنج والريسورس سموثنج الاثنين دول ريسورس اوبتمايزيشن تكنيك. فكره الفلوت هو الوقت اللي التاسك او الاكتيفيتي ينفع تتحرك فيه من غير ما تاثر على نهايه المشروع. يعني انا لو عندي اكتيفيتي A هتاخد يومين، وفي اكتيفيتي A في تو اكتيفيتيز مرتبطين بيها الاثنين فينش تو ستارت، واحده هتاخد يومين اللي هي اكتيفيتي B، واكتيفيتي C هتاخد 10 ايام. كده اجمالي المشروع 12 يوم. ليه؟ لان انا اكتيفيتي B هتخلص بعد يومين، لكن انا هضطر استنى اكتيفيتي C. اكتيفيتي D بقى ممكن تبدا في اليوم الثالث للمشروع او الرابع او الخامس او السادس لغايه اليوم العاشر، لان هي هتاخد يومين. الوقت اللي ينفع اكتيفيتي بي تتحرك فيه اللي هو مثلا 6 ايام ده بنسميه توتال فلوت. ليه؟ لان ده مش بيأثر على نهايه المشروع. طب لو في اكتيفيتي تاني بعد اكتيفيتي بي، يعني في اكتيفيتي دي هنا وهياخد 6 ايام، فكده اكتيفيتي بي ينفع تتحرك يومين بس، اليومين دول بالنسبه لاكتيفيتي بي هم الفري فلوت. يبقى الفري فلوت هو الوقت اللي الاكتيفيتي ينفع تتحرك فيه بدون ما تأثر على نهايه على بدايه المهمه اللي بعديها. التوتال فلوت بدون ما تاثر على نهايه المشروع بالكامل. يعني باختصار الفري فلوت بحسبه تاسك باي تاسك، التوتال فلوت بحسبه على البروجكت بالكامل. الكريتيكال باس هي مجموعه التاسكس اللي لو اي واحد فيهم حصل له تغيير في الديوريشن ياثر على نهايه المشروع كلها، وده مشروع في فيديو منفصل. الكريتيكال تشين بيحصل لو اضطريت تغير في السكادجول علشان عندك ليميتد ريسورس. الليفلنج والسموثنج الفرق ما بينهم، الليفلنج انت بتحاول تعمل بالانس ما بين الريسورس واستخدامهم، في السموثنج انت عندك ليميتد نمبر اوف ريسورس وانت مطالب ان انت تعمل الخطه بناء عليهم او تستخدم في حدود الريسورس اللي موجود في الشركه عندك. الاوتبوت بتاع الخطوه بتاعه الديفاين سكادجول او البروسيس بتاع الديفاين سكادجول بيكون السكادجول بيز لاين، وده بياخد كذا شكل، ممكن يكون بار تشارت او مايلستون تشارت او بروجكت سكادجول نتورك دياجرام. المهم ان انا يكون في الاخر خالص عندي سكادجول بيوضح بالكامل الاكتيفيتيز والديوريشن والريسورس اللي انا استخدمها طول المشروع. في بس سؤال غلس بيجي هنا بيسالك هو مين هي البوردر مور كومبريهنسيف سامري اكتيفيتيز، دي حاجه اسمها الهاموك. خلصنا الديفاين سكادجول، اصبح عندي جدول مشروع، انا محتاج باستمرار اعمل بيرفورمانس ريفيو على المشروع علشان اتاكد ان كل حاجه ماشيه بشكل كويس. فبعمل بالبرفورمانس ريفيو باستخدام ترند اناليسيس. ترند اناليسيس فكرته ان انا بقارن اداء المشروع على مدار الزمن، يعني انا النهارده بعمل طريق مساحته مثلا 100 كيلو، ففي اول شهر خلصت 10 كيلو، ثاني شهر خلصت 8، ثالث شهر خلصت 12، فالترند لاين كده في حاجه مش مظبوطه. هو لازم يكون عندي اناليسز، عندي تفسير للمقارنه، الاختلاف في حجم العمل في كل فتره. ممكن استخدم الكريتيكال باس او الكريتيكال تشين ميثود كاداه من التقييم، بان انا بقارن البرفورمانس الاكتوال
work الشغل اللي حصل فعلا بما هو كان مخطط في الكريتيكال تشين، او بقارن معدل الانجاز بالوصول للمايلستون او للكريتيكال، ان انا اقارن معدل الانجاز بالوصول للكريتيكال اكتيفيتي. يعني انا مفروض عندي كريتيكال ايفنت في شهر يناير، فواحدة من طرق مقارنة تقدم المشروع في شهر يناير ان انا اقارن هل انا وصلت فعلا للكريتيكال بوينت دي ولا لا. الايرنت فاليو تكنيكس مشروحها في فيديو منفصل، احطه برضو في التعليق بتاع الفيديو. السكاجوال كومبريشن ممكن يتم بالكراشنج او بالفاست تراك. لو انت هتضيف ريسورس زيادة للاكتيفيتي عشان تحصل بسرعة فده بنسميه كراشنج. يعني انت عندك الشقة محتاجة اسبوع دهانات، فانت بدل ما هتشغل واحد هتشغل سبعة عشان تخلصها في يوم، فده اسمه كراشنج. طبعا الابليكيشن اريا او البروجكت اريا هو اللي بيحدد ينفع تعمل كراشنج ولا لا. لو انت هتشغل اكتر من حاجة مع بعض في نفس الوقت فبنسميه فاست تراكنج. فالكمبريشن ممكن يكون كراشنج او فاست تراك. فاست تراك ان انت بتشغل تو اكتيفيتي بارلل، هم المفروض ما كانوش بارلل، المفروض كانوا يستنوا بعض. الكراشنج ان انت بتزود ريسورس عشان تقلل الديوريشن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.